مرحبا بكم في فيديو جديد لتعلم لغة الـ PHP. اليوم سنرى الوايل لوب لنعتبرها بشكل مبسط مثل متاهة، أننا لا يمكن الخروج من تلك المتاهة حتى نخالف الشرط الذي أردناه. مثلا نحدد أي تلك المتاهة يجب أن كم مرة يجب أن تعاود، لنقوم نعطي واحد اي واحد سيف. ندخل الى الوايل وايل مثل المتاهة الخاصة بنا دولار اي. مهما يكون اي اصغر او يساوي مثلا خمسة، مهما يكون اي اصغر او يساوي خمسة، فقم بالعملية الذي داخل الوايل. مهما يكون اي اصغر او يساوي خمسة، فقم بهذا الكود الذي يوجد داخل هنا. جيد للغاية. ما هو الكود الذي سنقوم به؟ مثلا سنؤفش ايكو number is concatenation، اي عدد المرات التي قمنا باعادته number e concatenation اخرى لكل مره، باش كود بي اتش بي اتش تي ام ال لكي يعود كل مره الى السطر بي ار، اي يعود الى السطر بان فيرجل. بعد ذلك نقوم ب اي دولار اي بلس اي بلس بلس انكريمنت. لماذا قمنا بالانكريمنت؟ لنشرح جيدا. في بداية الفيديو اعتبرنا أن while مثل متاهة، أي أننا لا يمكن أن نخرج من هذه المتاهة ما دام هذا الشرط يتحقق. فلا يجب الخروج من هذه البراكيت. جيد. في البداية هنا سيعطيننا كم يساوي إي عند هنا إي سيفشل لنا إي تساوي النمبر الخاص بنا يساوي واحد. جيد للغاية. ننزل إلى هنا كم يساوي إي هنا يساوي واحد. جيد للغاية. بعد هذا الانكريمنت هنا نضيف للإي بلس بلس إي بلس بلس، نضيف لها إي بلس واحد. بعد هذه العملية التي قمنا بها هنا كم يساوي اي؟ يساوي اي اي يساوي اثنان، فينزل فيجد هذا البراكيت. هل لا زال الشرط يتحقق؟ هل هذا ترو؟ اثنان هنا، سننزل الى هنا داخل هذا اثنان لا زال أصغر من خمسة. إذن نضع البراكت هنا، اثنان نزل أصغر من خمسة، اثنان أصغر من خمسة لأن إي تساوي اثنان، إي تساوي اثنان سي. لدينا إي تساوي اثنان واثنان أصغر من خمسة كما قلنا هنا، لذلك الشرط لازال يتحقق. يرجع فيقول النمبر is اي كم يساوي اثنان، اي تساوي هنا اثنان، فيضيف للاي انكريمنت اي بلس واحد بلس واحد، فالاي تصبح ثلاثة هنا بعدما اضفنا لاثنان واحد. لنشرح ذلك جيدا، اثنان اضفنا بلس واحد هنا، اثنان بلس واحد لأن اي تساوي اثنان، يعني اثنان بلس واحد تساوي ثلاثة. من بعد ما أضفنا ثلاثة، هل ثلاثة يصل إلى هذا البراكيت؟ هل ثلاثة لا زالت أصغر أو تساوي خمسة؟ أكيد تساوي، لأن تساوي خمسة. نعم لا زالت. أرجع الكود ويظهر لنا number is أربعة ثلاثة، فيقوم بإعطاء لي هنا لدينا اي تساوي ثلاثة و
اي بلس واحد هنا اي تساوي 3، اي 3 بلس واحد تساوي 4، فهل 4 لازالت اصغر من 5؟ نعم. اعد المتاهة او اعد الفور الوايل حتى يتحقق الشرط، وهنا سيظهر لنا اي تساوي 4، وهنا اي لدينا تساوي 4، اي تساوي لدينا 4، فأضيف لي 4 واحد لتساوي إي 5، فهنا هل 5 لازالت أصغر من أو تساوي 5؟ إنها تساوي 5. أعيد المتاهة لأن إي تساوي 5 قلنا أو تساوي، فهنا قل لنا النمبر إيز 5 والإي تساوي 5 والإي 5 زائد 1 تساوي 6 وهنا تساوي 6، وهنا هل إي أصغر الأي أصغر أو يساوي سي 5؟ لا، هنا يعطينا false، هنا false، فتقول لنا لا يمكن إعادة البوكل، إذا نخرج out من البوكل. جيد للغاية، هذا محدود في الوايل لوب. لنرى النتيجة على هذا، كما ترون نمبر إز واحد، نمبر إز اثنان، نمبر إز ثلاثة، نمبر إز أربعة، نمبر إز خمسة، وهكذا. يعني مهما يكون هذا الشرط الذي داخل هنا إز ترو، إز ترو دو، قم بهذه العملية. هذا هو الوايل بوكل، اعتبرها مثل متاها، ما يكون هذا الشرط يتحقق، إذا ستكون عالقا في تلك المتاهة. وشكرا على حسن المتابعة، إلى الدرس القادم إن شاء الله.